قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو فيما سبق من الحث على السنن والاستمساك بها والتحذير من البدع والنهي عنها، وألا يغتر بأهل البدع وضلالاتهم وأهوائهم وما يدعون إليه من أمور وأعمال مخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الواحد منهم على حظ مثلا من حفظ القرآن أو حفظ بعض الأحاديث، لأن بعض الناس قد يفتن ويؤتى من حيث حب الظهور وحب الشهرة وحب كثرة الأتباع وأيضا حب المال، ثمة دوافع يترتب عليها زيغ القلب وحدوث البدع. ولهذا كثير من البدع من ورائها مطامع دنيوية، وإن كان في ظاهرها أنه يدعو إلى عمل صالح فيما يزعم أو عبادة أو نحو ذلك، لكن في الغالب كثير منها من ورائها مطامع دنيوية من حب ظهور أو حب كثرة أتباع أو حب المال أو حب شهرة أو غير ذلك من الدوافع، وذلك بأن يرى نفسه قد حفظ مثلا من القرآن قدرا وحصل من الأحاديث أيضا قدرا ولم يرى له أتباعا، فيؤتى من هذا الباب، الرغبة في كثرة الأتباع حب الظهور، فيأتيه الشيطان ويقول: ما أحد بمتبعك ما لم تفتح عليهم بابا تشتهر به تعرف به حتى يكون لك أتباع عليه، فحينئذ تنشأ البدع. وكثير من الطرق الذي ينظر إليها المرء في تاريخ الأمة وأيضا في كتب المقالات كتب الفرق، كثير منها من ورائها هذا الأمر، وقد بينه معاذ رضي الله عنه بجلاء في هذا الأثر العظيم. معاذ بن جبل كان في كل مجلس يجلسه يقول: هلك المرتابون، والمرتاب هو الشاك الذي لا قرار له ولا ثبات
والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشك. الدين والإيمان ثبات وقرار وطمأنينة، ليس شكوك وظنون وريبة أو ارتياب. قال هلك المرتابون، المرتابون أي في دينهم، المرتابون في أي في دينهم، والمرتاب في دينه هو الذي يحصل من التقلب وعدم الثبات لما قام في قلبه من الريب. أما من لم يكن من أهل الريب وكان من أهل اليقين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت على الحق وعلى الهدى. لا تقلبه مطامع الدنيا ولا تقلبه ولا يقلبه حب الشهرة أو حب الظهور أو الطمع في المال أو غير ذلك، وإنما هذا التقلب يكون في المرتاب. ولهذا قال رضي الله عنه هلك المرتابون. إن من ورائكم فتنا، أي ستلقون فتنا عظيمة يكثر فيها المال، يكثر فيها المال أي بأيدي الناس، ويفتح فيها القرآن، ويفتح فيها القرآن. المراد بالفتح في القرآن أي حفظا لحروفه، ومع والمعنى يفتح فيها القرآن أي يكثر من يحفظ حروف القرآن، ألفاظ القرآن دون الفقه والفهم والدراية بمعاني القرآن الكريم، دون التدبر بهدي القرآن. قال يفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. قال فيمسك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، أي الذي يفتح فيها القرآن، يقرأ القرآن يعني يكون حافظا حسن الأداء حسن التلاوة، ثم لا يجد له أتباع، لا يجد له أتباع، يتحرك في قلبه هذا الطمع الذي من ورائه هلاك، هلاك المرء، لا يجد أتباعا. حافظ القرآن، حافظ متقن لمثلا الترتيل، ثم لا يرى له أتباعا، أو يكون قلة من يأتيه فيقول قد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، حتى أحدث لهم غيره، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. هذا الأمر الذي ذكره معاذ رضي الله عنه فعلا وجد، بل كان من وراء نشأة كثير من البدع، بل كان من وراء نشأة كثير من الفرق، فرق الضلالة، بل كان من وراء نشأة كثير من المسالك المخالفة للهدي، والتي جعلت وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس في هذا المقام تركوا الدعوة بالقرآن وبالسنن، وأخذوا يسلكون في باب الدعوة مسلك إلقاء الأناشيد التي تسمى الأناشيد الإسلامية، وينمقون الأصوات ويجملونها ويؤدونها جماعة، وربما أضافوا إليها محسنات، حتى إن أحد أهل الأهواء قال إن هذه الأناشيد أنفع للناس من القرآن، وذكر أنها أنفع من القرآن من وجوه عددها واحدا تلو الآخر. وهذا من المصائب العظيمة. الله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن، قل إنما أنذركم بالوحي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلى هذه الدرجة يبلغ الأمر بالإنسان ويفتن والعياذ بالله، ويفتن أيضا الآخرين. ولهذا حذر رضي الله عنه من ذلك، وأن لا يكون هم الإنسان كثرة الأتباع. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي معه الرجل والرجلان، وقد يكون في أول دعوته للناس على السنة يمضي وقتا طويلا ليس عنده إلا الطالب والطالبين والثلاثة، ثم ينفع الله به سبحانه وتعالى من شاء من عباده. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون على حذر من الارتياب الذي صدر به رضي الله عنه هذا الأثر العظيم هلك المرتابون، الذي هو السبب من وراء التقلبات وإحداث البدع والضلالات. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الأثر الذي بعده هو بمعناه، الأثر الذي بعده هو بمعناه، بمعنى هذا الأثر. قال معاذ، قال كان يقول معاذ في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط تبارك اسمه هلك المرتابون.
فكان يذكر هذا الأصل العظيم، الله حكم عدل قسط، يقول ذلك في صدر مجلسه تعظيما لله وتعظيما لأحكامه وشرعه، وأن أحكامه كلها عدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، تنزه وتقدس عن ذلك، يكرر ذلك رضي الله عنه، الله حكم عدل قسط تبارك اسمه. هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. اتقوا زيغة العالم، زيغة العالم أي زلة العالم، العالم ليس معصوم، العالم ليس معصوم، قد يقع في زلة، قد يقع في خطأ، قد يقع منه بعض الأخطاء، فأخطاؤه تتقى وتحذر ومكانته تحفظ وقدره يبقى. اتقوا، يقول رضي الله عنه، اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق، قد تأتي كلمة الحق على غير على لسان غير المستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، كيف نميز؟ قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، يعني كل أمر يأتي على لسان الحكيم لا تطمئن القلوب إليه لعدم وضوح دليله، عدم وضوح البرهان عليه من متشابه القول، فضلا عن بين الخطأ من القول، هذا يجتنب. اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعت قلت ما هذا، قلت ما هذا، يعني أمر مستغرب. فسر المتشابه أي الأمر الذي إذا سمع المرء قال ما هذا، والمراد بما هذا يعني ما هذا الأمر الذي ليس عليه دليل أو لم يتضح له دليل وبرهان. ولا ينئينك أي يبعدنك ذلك عنه، أي مكانته باقية ومنزلته محفوظة، لكن الزلة ترد وتدفع، وأيضا تعالج معه بالطريقة اللائقة المناسبة التي تحفظ فيها مكانته ومنزلته، فإنه لعله أن يراجع أي عن هذا الخطأ. وكثير من أهل العلم والفضل تقع منها الكلمة التي فيها الخطأ أو فيها الزلل، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالرجوع عنها، لا سيما إذا سلك معه هذا المسلك الذي أشار إليه معاذ بأن تجتنب الزلة وتحفظ مكانته ويراجع في خطئه بالرفق والحسنى، فهذا من موجبات وأسباب رجوعه بإذن الله سبحانه وتعالى. بينما إذا زل واتخذ منه مباشرة موقف العداء، زل واتخذ منه مباشرة موقف المعاداة وجعل خصما، ربما دفعه ذلك أو جره ذلك إلى الاستمساك مما هو عليه، وأوقع الشيطان بينهم ذلك. وما مثل الرفق بين الإخوان وبين أهل العلم وأخذ الأمور بالتي أحسن وباللطف وبالمحبة والإخاء، والأخطاء تعالج برفق وأنات، وأيضا دعاء بظهر الغيب وبعد عن الأمور التي توجد الفرقة، فالفرقة شر وويلات على المسلمين، ينبغي أن تحذر وأن يحذر من أسبابها ووسائلها. قال ويلقي الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا، ويلقي في بعض النسخ وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، والحق هو ضالة المسلم، الحق هو ضالة المسلم، أينما وجده أخذ به، لا يمنعه من قبول الحق أن يكون مثلا جرى على لسان
إنسان مثلا غير مستقيم أو نحو ذلك، بل الحق ضالة المسلم أينما وجده أخذ به. نعم.